مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من كلام في الميديا. كالعاده الحلقه بتبقى مليئه بالاخبار المتعدده في جميع الجوانب، تحديدا محليا عالميا، وبالتحديد كمان كل ما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي. كل ده هيبقى على مدار حلقه اليوم، رغم ان يعني الدوريات كلها يعني موقوفه، ما فيش اي نشاط كروي او رياضي في جميع انحاء العالم، لكن دايما هنحاول نتابع مع حضراتكم كل التطورات، بالتحديد فيما يتعلق بفيروس كورونا وتفشي هذا الفيروس في مختلف الدول. لغايه دلوقتي عندنا في مصر الحمد لله مش بصوره كبيره، لكن دايما بيبقى في اجراءات وقائيه واحترازيه لتجنب هذا الفيروس. هنتابع كل الامور اللي بتتعلق وبترتبط بين فيروس كورونا والرياضه بشكل عام في جميع انحاء العالم. ضيف حلقتنا النهارده هيكون الاستاذ عمر البنوبي، الناقد الرياضي بوابه اخبار اليوم، وده في الجزء الثاني من الحلقه. خلينا اقول لحضراتكم كمان ان في سؤال لحلقه النهارده، وهو بخصوص رايك في نجم الاهلي حتى هذه اللحظه، او حتى ايقاف بطوله الدوري المحلي. مين هو ابرز لاعب في صفوف النادي الاهلي على مدار الموسم حتى الان؟ هنتواصل مع حضراتكم ونقرا ردود افعالكم من خلال صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، وانستغرام. خلينا في البدايه نشوف اهم العناوين، يلا بينا. الأهلي يتخذ كل الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا. اجتماع في الأهلي لبحث موقف الأنشطة الرياضية الداخلية في فروعه الثلاثة. أشرف صبحي: لا نعد باستئناف الأنشطة الرياضية بعد أسبوعين. وخسائر مالية ضخمة تضرب كرة القدم بسبب كورونا. طيب خليني اقول لحضراتكم النادي الاهلي بيتعامل ازاي في جزئية مرض كورونا والاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي بيتخذها النادي الاهلي، واللي ابتدى فيها من امبارح في الحقيقه، وخد بعض الخطوات المهمه من خلال عمليات التعقيم الكامل لكل الاسطح والارضيات والاجهزه المختلفه داخل النادي، سواء في الصالات الرياضيه او الجيم، وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافه جميع المنشات والافراد من خلال وجود اماكن لتعقيم الايدي اثناء الدخول في او من بوابات النادي، واماكن التجمع الخاصه بالاعضاء او اللاعبين او العاملين مثل حمامات السباحه والصالات الرياضيه والمنافذ، مع عدم استخدام اكواب الزجاج واغلاق جميع القاعات بشكل مؤقت لتعقيمها بشكل كامل. وتتضمن الخطوات الاحترازيه ايضا حملات التوعيه للجميع داخل النادي من خلال عقد ندوات طبيه في الاماكن المفتوحه، وكانت اول ندوه كانت بالامس في الحقيقه، وايضا ملصقات توعويه من خلال اللجنه الطبيه بالنادي، وكذلك الاستعانه باطباء الفرق المختلفه في توعيه الاجهزه الفنيه واللاعبين، مع توفير جهاز كشف ارتفاع درجه الحراره، ده امر مميز جدا في الحقيقه، طبقا للاجراءات الوقائيه بدافع الحفاظ على الأعضاء واللاعبين والمدربين وجميع الأجهزة المختلفة في كل الألعاب، بالإضافة إلى العاملين داخل النادي. خليني أقول لحضراتكم كمان النهاردة كان في اجتماع، وهو اجتماع خاص ببحث موقف الأنشطة الرياضية الداخلية في فروع النادي الثلاثة. ده اجتماع من خلال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير إدارة النشاط الرياضي. الاجتماع ده هيتم الاستقرار فيه على تصور شامل بخصوص هذا الصدد، وبعد كده يتم إعداد تقرير. التقرير ده يعرض على رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة لاتخاذ كل ما هو صالح والقرارات الأمثل يعني في صالح النادي الأهلي الأهلي وأعضائه بكل تأكيد. ومن ضمن كمان الأخبار يعني بشكل مبدئي كده، إن الأهلي يرجي استضافة بطولتي أفريقيا لكرة الطائرة والرجال والسيدات. دي كانت بطولة كرة الطائرة بطولة أفريقية كانت هتبقى للرجال والسيدات مع نهاية شهر مارس، خلاص تم إرجاء هذه البطولة لحد ما نشوف الأمور هتستقر بينا على فين، يعني تأجيلها لحد دلوقتي لغاية لما نشوف التطورات بخصوص الوضع في الرياضة المصرية.
اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل في النادي الاهلي يعني بنسبه كبيره هيتم اغلاق كل المطاعم، الاعضاء اللي حابب طبعا يجي النادي الاهلي هيكون موجود لكن هيقعد في الحدائق المفتوحه، ما فيش اي تجمعات او اي صالات جوه النادي الاهلي هيبقى فيها جلوس خالص لاي اعضاء من اعضاء النادي الاهلي، لكن دايما باب النادي الاهلي بيبقى مفتوح لاعضائه، لكن من خلال الجلوس في الاماكن المفتوحه والحدائق داخل مقرات النادي الاهلي المختلفه سواء في الجزيره الشيخ زايد او مدينه نصر. دي اهم الاخبار يعني بتتعلق بالنادي الاهلي. احنا عارفين طبعا النشاط الرياضي خلاص تم ايقافه يعني بشكل رسمي، فبالتالي مفيش اي تدريبات كده كده. مثلا الفريق الاول لكره قدم بالنادي الاهلي كان اجازه النهارده حتى لو ما كانش تم ايقاف النشاط الرياضي، لكن الواضح ان هيبقى في برنامج محدد للفريق خلال المرحله القادمه بشكل يعني مفصل بكيفيه ان انت تبقى جاهز في حاله عوده النشاط الرياضي بعد اسبوعين. في خطط اكيد هيتم وضعها للتعامل مع هذا الموقف من قبل الجهاز الفني لكره القدم النادي الاهلي، مش كره القدم بس، كل الاجهزه الفنيه في مختلف الانشطه داخل القلعه الحمراء. فاروق جاهز معانا يا جماعه؟ طيب يعني كمان شويه هيكون معانا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي واللي كان موجود هناك في النادي بخصوص الاجتماع اللي جرى اليوم بين المدير التنفيذي للنادي الاهلي ومدير النشاط الرياضي بالقلعه الحمراء للاستقرار على اخر التطورات بخصوص النشاط الرياضي في النادي الاهلي. دي بعض الامور الهامه مع بدايه حلقه اليوم. خليني سريعا اروح اشوف بعض العناوين في الصحف لان احنا عندنا اخبار كتيره جدا النهارده، وبالتالي الصحف هتتكلم في ايه؟ هتتكلم بعيد بقى عن المباريات لان خلاص مفيش مباريات بالنسبه للنادي الاهلي. يعني احنا مثلا الفتره اللي فاتت كده كانت اخر مباراه للاهلي مباراه سموحه انتهت بالتعادل الايجابي، كان مفترض الاهلي يلعب مباراه الانتاج يوم الاربعاء القادم بعد تاجيل مباراه انبي اللي كانت المفروض تبقى امبارح بسبب ضغط المباريات وبسبب حاله الطقس اللي كانت بتمر بيها مصر على مدار الايام القليله السابقه، لكن في كل الاحوال كده خلاص مفيش اي مباريات. فالصحف هتتكلم بخصوص بعض الملفات المهمه داخل النادي الاهلي سواء النادي الاهلي بشكل كامل او فيما يتعلق بالفريق الاول لكره القدم تحديدا. كل هذه الاخبار هنعلق فيها او عليها مع حضراتكم بعد ما نشوف اهم الاخبار دي. يلا بينا. الاهرام، الاهلي يتمسك بفايلر لوضع خطه الموسم الجديد. الاخبار، عاصفه رمضان في الاهلي، اللاعب مستعد للبقاء لكن الاداره حائره. المساء، الاهلي يجمد فرقه الرياضيه، اجازه اسبوعين من التدريبات وبرامج بدنيه جديده لكل اللاعبات، رمضان صبحي عاد والدوري توقف. الشروق، فايلر يطلب بقاء فتحي وسليمان في الاهلي، السويسري لا يمانع في رحيل اكرامي وعاشور وفايلر يحذر رابعه. الوطن، الاهلي يفاوض الشناوي لتمديد عقده واستياء من وكيل رمضان صبحي، برنامج خاص للشحات وقفشه والطبيب يؤكد جاهزيه معلول ومتولي واستمرار غياب جيرالد. المصري اليوم، هدري يشترط 9 ملايين استرليني لبيع صبحي ووفد يسافر الى انجلترا للتفاوض على تخفيض المبلغ. والدستور، فايلر يريد اكرم توفيق ويؤجل عوده المعارين الى صفوف الفريق، رمضان يرفض الجلوس مع احمد وامير مرتضى ويدرس تجديد اعاره. طيب قبل ما نعلق على الاخبار دي خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي عشان يقول لنا نتائج الاجتماعات اللي بتجرى اليوم بالتحديد في مقر القلعه الحمراء بالجزيره. يا فاروق مساء الخير. مساء النور عليك يا امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا فاروق، قول لنا التطورات عندك ايه ونتائج الاجتماعات. خليني اقول لك يا امير النهارده كان اجتماع في النادي الاهلي بحضور محمد بيه مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي والكابتن رؤوف عبد القادر
مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، يعني البحث القرار اللي تم اتخاذه من الدوله المصريه بايقاف النشاط الرياضي لمده 15 يوم. الكابتن رؤوف عبد القادر بصفته مدير النشاط الرياضي عمل اجتماع بحضور جميع رؤساء ومديري الفنيين لكل الالعاب النشاط الرياضي، وبحضور افراد من اللجنه الطبيه الخاصه بالنادي الاهلي. يعني كان موجود مقرر اللجنه الطبيه الدكتور طارق الميداني لبحث الامر واتخاذ بعض التوصيات والقرارات اللي من شانها يعني تتم اتخاذ بعض الامور اللي هي الوقائيه والاحترافيه، سواء تعقيم الملاعب، تعقيم الاسطح، يعني من ناحيه طبيه كان مسؤول اللجنه الطبيه في النادي الاهلي يعني بلغوا المديرين الفنيين وبلغوا الرؤساء الالعاب ببعض القرارات والاجراءات الاحترازيه والوقائيه اللي هيتم اتخاذها لضمان سلامه افراد المنظومه الرياضيه. وتم رفع هذه التوصيات والقرارات، اتخذ مجموعه من القرارات والتوصيات طبعا تم رفعها لمجلس اداره النادي الاهلي لمناقشتها والتوقيع عليها، يتم يعني الاعلان عنها بعد مناقشتها مع مجلس الاداره. من الامور ايضا يا امير المهمه ان يعني دي النقاط اللي احنا اللي اتكلمنا فيها وكنا عايزين برضو، ان هي رساله النادي الاهلي ليست مقتصره على البطوله او الرياضه طبعا، يعني في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه امير النادي الاهلي دايما بيبقى هو اكثر المتضررين من عمليات التوقف. يعني الكابتن رؤوف احنا بنتكلم بيقول احنا الاول في كل الالعاب، الاول في كل البطولات، في بطولات خلاص احنا في المرحله الاخيره من انهائها، لكن يعني النادي الاهلي مش ناقص بطولات والنادي الاهلي مش ناقص كاسات، لكن اللي يهمنا دايما هو سلامه اي فرد في المنظومه الرياضيه. يهمنا طبعا التوافق والتساوي اللي احنا بنمشي فيه مع الدوله المصريه، وان احنا دايما النادي الاهلي ليه ادوار ثانيه بعيدا عن الرياضه، لا الدور المجتمعي والدور الوطني. فاحنا كسابقا من النادي الاهلي احنا بنلبي نداء الدوله المصريه وبنتوافق مع هذا الامر اكيد، ايضا ان احنا بنبقى على قمه البطوله وقمه البطولات، لكن دايما دورنا ان احنا نحافظ ولو على صحه وسلامه فرد واحد من افراد المنظومه الرياضيه. في الوقت اللي احنا بنتكلم امير زي ما قلنا النادي الاهلي خلاص تعرف في الطايره في كل العاب، في الباسكت، في العاب القوه، في العاب الماء، في الامور دي كلها النادي الاهلي هو صاحب المركز الاول، ولكن الاهلي بيأدي رساله مش بطولات وكاسات فقط يا امير، رساله للدور المجتمعي للنادي الاهلي. طبعا صحه العاملين بالنادي، صحه الاعضاء، صحه اللاعبين المدربين، ده اهم بكتير جدا من اي بطوله او اي رياضه يعني. بالظبط يا امير، وفي يعني الى جانب ذلك دي الامور اللي كانت خاصه بالنشاط الرياضي، لكن الامور الخاصه ايضا في اجراءات وقائيه تم اتخاذها هنا في فرع النادي الاهلي او فروع النادي الاهلي الثلاثه، سواء الجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد. عمليه التعقيم اللي بنشوفها احنا شايفينها بصوره مستمره في اماكن الجلوس الاعضاء، في الاسطح تنظيف كامل، يعني في مجموعه كده وسلسله من الاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي تم اتخاذها لقياده محمد بيه مرجان مدير التنفيذي النادي الاهلي، والاستاذ خالد مدير المقر، ومدير الخدمات محمد الالفي. كلها امور الهدف منها الوقايه والهدف منها الحفاظ على سلامه الاعضاء. يعني في الوقت اللي انا بتكلم فيه يا امير في عمليات بتتم بصوره مستمره، عمليات التعقيم المستمره لكل الاماكن، يعني كل الاماكن اماكن جلوس الاعضاء الاسطح زي ما قلنا هي الهدف منها طبعا الوقايه والهدف منها الحفاظ على سلامه الاعضاء. وانت عارف برضه امير في كم كبير كمان بيبقى بالاطفال موجود في النادي الاهلي في منطقه الالعاب، دي من المناطق كمان اللي ذات اهتمام شديد، الاماكن اللي فيها تجمعات الاطفال، منطقه الالعاب الاطفال بيبقى فيها اهتمام شديد على طول في التعقيم، في التنظيف، في التنظيف في الاسطح. طبعا يهمنا طبعا سلامه كل الافراد، افراد منظومه النادي الاهلي وكل الافراد، ويهمنا طبعا سلامه شعب مصر باذن الله، وتبقى يعني فتره وهتعدي على خير، وربنا يحفظ مصر يا امير ويحفظ شعب مصر باذن الله. باذن الله. فاروق، هل عندك اي فكره بخصوص برنامج الفريق الاول لكره القدم بالنادي خلال الفتره الجايه؟ بيفكروا ازاي؟ هيعملوا ايه؟ ولا لسه ما تمش الاستقرار يعني؟ لا لسه لحد دلوقتي يا امير ما تمش الاستقرار او ما تمش التحديد ايه البرنامج. هيبقى فيه يعني في اجتماعات هتبقى مستمره يتم من خلالها تحديد البرنامج ده، يعني بكلمك في امور كمان خاصه بقطاعات الناشئين، خاصه بالنشاط الرياضي، بالفريق الاول،
كلها امور لسه يعني. كان النهارده الاجتماع الاول لاسره النشاط الرياضي لتحديد واتخاذ بعض القرارات اللي هتترفعت لمجلس الاداره يتم مناقشتها ويتم يعني التصديق عليها ويتم اصدارها واعلانها للجميع ان شاء الله باذن الله. ماشي يا فاروق، انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح رئيس قناه الاهلي كان معانا على الهاتف وقال لنا الاخبار اللي بتتعلق باخر التطورات واخر نتائج اجتماعات اللي بتجرى في النادي الاهلي على مدار اليومين سواء امبارح او النهارده. اكيد نتمنى السلامه للجميع، الاهم طبعا ان الكل يكون بصحه جيده، مش مهم خالص اي بطوله او اي نشاط رياضي او اي مباريات خالص يعني. دايما الصحه هي الاهم لاي فرد من الافراد سواء داخل النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي في مختلف الانديه المصريه يعني. بطوله مش هتزود ولا هتنقص اي شيء اطلاقا يعني. طيب خلينا نعلق مع بعض على بعض الاخبار اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في الصحف النهارده. في الحقيقه اخبار كلها مهمه يعني ومحتاجه تعليق وتوضيح كمان لحضراتكم. خلينا نبتدي بجريده الاهرام واللي بتتكلم وبتقول ان الاهلي يتمسك بفايلر لوضع خطه الموسم الجديد، وهنا يعني بيتطرقوا لجزئيه التجديد بالنسبه للمدير الفني المميز مستر ريني فايلر. الاهلي متمسك بيه، الاهلي متمسك بيه طبعا ما فيش نقاش. الناس مبسوطه من الفتره اللي فاتت كلها، من النتائج، من الاداء، من الارقام الجيده اللي بيحققها النادي الاهلي تحت قياده مستر ريني فايلر. وعشان يبقى في استقرار فني كمان هيبقى مهم جدا جدا ان الراجل يكون متواجد طبقا لرؤيه مجلس اداره النادي الاهلي وطبقا لرؤيه لجنه تخطيط للكره بالقلعه الحمراء، واللي ممكن نسمع جديد خلال الفتره الجايه بخصوص مستر ريني فايلر. حتى الان مفيش اي حاجه رسمي بخصوص التجديد، لكن الراجل موجود مع الفريق لنهايه عقده على اقل تقدير مع نهايه هذا الموسم. اللي هيحصل ايه هيبان قريب باذن الله تعالى، هيكون في جديد بخصوص هذا الملف. تعالوا نروح للاخبار. جريده الاخبار تتكلم عن رمضان صبحي وان في عاصفه رمضان يعني مسمينها كده في الاهلي على غرار العاصفه اللي ضربت مصر على مدار اليومين الثلاثه اللي فاتوا. اللاعب مستعد للبقاء لكن الاداره حائره. طيب هو هنا جزئيه ان اللاعب مستعد للبقاء يعني في رغبه عند رمضان، النسبه مئويه اعلى ان هو يقعد عن الرحيل والعوده لهدرسفيلد. ده طبعا كله هيبقى طبقا للمفاوضات اللي هتجرى ما بين النادي الاهلي وهدرسفيلد الانجليزي اللي بيلعب في الشامبيونشيب. الاداره حيرانه؟ الاداره مش حيرانه، مفيش حيره ولا حاجه يعني. هم بيتكلموا على ان ايه الاداره حيرانه ما بين شراء اللاعب خصوصا ان سعره عالي جدا، وما بين عدم الاعتماد على اللاعب خلال المواسم القادمه وعدم بالتالي عدم التفاوض مع فريق هدرسفيلد. هل الحيره دي موجوده؟ لا اطلاقا مش موجوده يعني. النادي الاهلي مستقر او الكره في النادي الاهلي مستقرين جدا على خوض المحاوله في التعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي. هيبقى فيه طبعا محاوله وبشكل نهائي ان انت تتعاقد معاه بشكل نهائي. موضوع الاعاره ده ما اعتقدش ان هو مطروح في النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. النادي عايز ياخد رمضان عن طريق الشراء التام يعني، ما يبقاش في اعاره اخرى او اعاره ثالثه يعني. احنا استعرناه السنه اللي فاتت ست شهور والسنه دي عباره عن موسم كامل. اعتقد الفتره الجايه المفاوضات هتكون في اتجاه التعاقد النهائي مع اللاعب. هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره الجايه، لكن الاهلي مستقر جدا على ان هو يتفاوض مع فريق هدرسفيلد بخصوص التعاقد مع اللاعب وتواجده مع الفريق خلال المواسم المقبله باذن الله تعالى. طيب نروح للمسا. المسا بتتكلم على ان ايه الاهلي يجمد فرقه الرياضيه، ده خلاص معروف. اجازه اسبوعين من التدريبات، مفيش لسه اي حاجه تم الاعلان عنها اجازه اسبوعين ولا ممكن تبقى اقل من كده ولا اكتر من كده. انت لسه مش ضامن اي شيء مبدئيا. طبعا نشاط تم ايقافه لمده اسبوعين على اقل تقدير، لسه مش عارفين اللي هيبقى بعد الاسبوعين ده ايه حسب التطورات اللي بتحصل يعني. وده طبعا تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بايقاف النشاط الرياضي في مصر. والنادي الاهلي طبعا مؤسسه من ضمن مؤسسات الدوله واكيد بيمشي في نفس السياق اللي بتمشي فيه الدوله حفاظا على سلامه كل الجماهير والشعب المصري. برامج بدنيه جديده لكل اللاعبات ده هيبقى طبيعي، بس لما يتم تحديد البرامج دي هيكون على اساس امتى هيعود النشاط الرياضي بشكل عام يعني. رمضان صبحي عاد، هو عاد للتدريبات امبارح، لكن الدوري توقف فعلا، مفيش دوري خلال الاسبوعين اللي جايين على اقل تقدير. لكن عوده رمضان في الحقيقه هي عوده مهمه جدا لانه لعيب مميز افتقده النادي الاهلي على مدار مراحل كبيره في الحقيقه، ومباريات هامه جدا سواء افريقيا او محليا. لكن في كل الاحوال الاهلي قدر ان هو يتعامل مع غياب رمضان صبحي، لان احنا عندنا في الحقيقه لاعبين في النادي الاهلي لا كله اطلاقا عن امكانيات رمضان صبحي. ممكن رمضان يعني الناس شايفه ان
هو لعيب جامد جدا ودي حقيقه، لكن في نفس الوقت في ظل غياب رمضان الاهلي قدر ان هو ينتصر انتصارات كتيره جدا سواء محليا او افريقيا. الحاجه الوحيده اللي وقعت منه هي بطوله السوبر بضربات الجزاء امام نادي الزمالك، يعني فيما عدا ذلك الامور كانت ماشيه بشكل جيد جدا. خلينا نروح للشروق، وهنا جزئيه مهمه قوي بيتكلموا على ايه؟ بيقول لك ان فايلر يطلب بقاء فتحي وسليمان في الاهلي. السويسري لا يمانع في رحيل اكرامي وعاشور، وفايلر يحذر ربيعه. خلينا ناخد العنوان واحده واحده كده، يعني فيما يتعلق بفتحي وسليمان في الاهلي وان فايلر متمسك ببقائهم يعني في النادي. اه ده موجود، الراجل متمسك طبعا بفتحي ومتمسك بسليمان، اتنين لعيبه جامدين جدا. لكن بالتالي اللي بعد كده اللي بيقول لك ان هو فايلر مش بيمانع في رحيل اكرامي وعاشور، المعطيات يعني خلينا اقول لحضراتكم اللي في اذهان الصحفيين مثلا، المعطيات بتقول لهم كده، المعطيات بتقول لهم لا، ان واضح ان احمد فتحي بيلعب مع النادي الاهلي بشكل اساسي، وليد سليمان بيعتمد عليه مستر فايلر في بعض فترات المباريات وعنصر مؤثر سواء هو او احمد فتحي، فبالتالي هو هيبقى متمسك بيه. حته ان هو متمسك بالاثنين دول، اه هو متمسك طبعا بالاثنين دول، لكن فيما يتعلق بعاشور واكرامي فهي المعطيات اللي مخليه ان الاخبار تكون في الاتجاه ده. اللي هيحصل ايه هنعرفه خلال الفتره الجايه، خصوصا ان ملف التجديد ده بنسبه كبيره هيتم يعني الحديث عنه خلال الفتره القليله جدا او الايام القليله جدا المقبله يعني. لكن هي حتى الان كلها اجتهادات، ما فيش اي حاجه رسمي بخصوص ان مستر فيلر مش متمسك بحد من الاربعه يعني. لكن المنطقي جدا فتحي وليد سليمان طبعا موجودين، لان هم يعني بيتمرنوا مع، مش بيتمرنوا، هم بيشاركوا في المباريات مع النادي الاهلي بشكل طبيعي، واللعيبه مؤثره جدا، وطبعا هم نجوم كبار يعني مش محتاجين ان احنا نتكلم عنهم. ونفس الحال بالنسبه لاكرامي وعاشور، يعني حتى لو بيغيبوا لفترات طويله اكرامي مش بيدخل حتى القائمه، عاشور دخل قائمه المباراه الاخيره امام سموحه لكن ما شاركش، قبلها ما كانش بيشارك خالص. فهي حسابات فنيه خاصه بالمدير الفني، يعني امر متروك بالنسبه له، هو ليه الحريه في كل القرارات اللي بتتعلق بالفريق والنظره المستقبليه بالنسبه له بخصوص تطور فريق النادي الاهلي. القرارات النهائيه ايه هتبان خلال الفتره اللي جايه باذن الله تعالى. فيما يتعلق برامي ربيعه وان فايلر بيحذر ربيعه، الموضوع مش بيبقى في اتجاه التحذير، يعني الموضوع في اتجاه الحديث مع اللاعب على كيفيه تجنب الاخطاء اللي ممكن تكون بتتكرر، او مثلا موضوع زي موضوع الطرد في مباراه سموحه، وان ده ممكن يخسر الفريق كتير، فلازم يبقى عندي ثبات انفعالي اكتر من كده، يبقى عندي حسن تصرف في بعض المواقف. دي امور بتبقى مهمه، ممكن نصائح، مش عايزين نقول تحذير، او نصائح من المدير الفني لرامي ربيعه، لاعب من اللاعبين المميزين في صفوف النادي الاهلي. الوطن بتتكلم عن محمد الشناوي، وبتقول ان الاهلي يفاوض الشناوي لتمديد عقده. بصراحه الشناوي ماشي بشكل ممتاز ممتاز مع النادي الاهلي، يعني احسن حارس في مصر وفي افريقيا كمان، مش هكون مبالغ لو بقول في افريقيا، يعني مستوياته هي اللي بتقول كده وارقامه كمان هي اللي بتقول كده، فبالتالي اكيد هيبقى في اتجاه في النادي الاهلي لتمديد عقد اللاعب. لكن اللاعب اصلا لسه عنده عقد مع النادي، هل ممكن هيبقى في تعديل وتمديد؟ ده برضو يعني النادي هو اللي يقدر يتكلم في الجزئيه دي، او هو لما يكون في حاجه رسميه اكيد هنقولها لحضراتكم. لكن الشناوي يستحق بصراحه كل خير، الراجل عامل مجهود ممتاز مع الفريق على مدار الفتره اللي فاتت، واحد الاسباب الرئيسيه في وصول النادي الاهلي لدور نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، واحد الاسباب الرئيسيه في تصدر النادي الاهلي لبطوله الدوري بفارق كبير جدا بعدد النقاط عن اقرب منافسيك وهو نادي المقاولون العرب صاحب المركز الثاني. اكمل بقيه الخبر، وفيما يتعلق بان في استياء من وكيل رمضان صبحي، يعني خلينا نقول يا جماعه الامور كلها بتبقى تفاوضيه طبعا مع وكيل رمضان مع نادي هاجرسفيلد، الدنيا هتستقر على ايه، الاتفاقات هتخلص على ايه، بيبقى في مفاوضات. المفاوضات ساعات بتبقى مفاوضات بتاخد وقت كبير، مفاوضات تخلص بسرعه على حسب يعني رغبه كل نادي ورغبه اللاعب والامور الماديه الاستقرار فيها هيكون ازاي، يعني مفيش استياء ولا حاجه من وكيل اللاعب. يعني برنامج خاص للشحات وقفشه، ده في حاله لما كان في تدريبات يعني، لكن دلوقتي مفيش تدريبات، لكن اكيد هيكون ليهم برامج بدنيه خاصه، الاثنين لعيبه مهمين جدا، ومهم جدا الجانب البدني عندهم يبقى افضل من كده، وهم بيقدموا مستويات جيده بالمناسبه. اه في عدم توفيق بالتحديد بالنسبه لحسين الشحات، لكن اكيد هيرجع باذن الله افضل من الاول كمان مع النادي الاهلي. الكلام على جاهزيه معلول ومتولي واستمرار غياب جيرالدو، يعني ان شاء الله الكل هيبقى جاهز بقى لحد اول مباراه يعني باذن الله. معلول احنا عارفين كان عنده اجهاد في العضله الاماميه، جيرالدو عنده جزع في الكاحل، متولي اجهاد في العضله الضمه، الامور بالنسبه لهم بسيطه مش صعبه يعني، الموضوع مش هياخد وقت كبير.
كله هترتب على عوده التدريبات ومواعيد المباريات الجديده، المواعيد الجديده يعني هتبقى امتى وكلام من ده، ده هنشوفه خلال الفتره اللي جايه. نروح للمصري اليوم، والمصري اليوم بتتكلم على هدرسفيلد وانه بيشترط 9 ملايين استرليني لبيع رمضان صبحي، ووفد يسافر انجلترا للتفاوض على تخفيض المبلغ. كلها طبعا اجتهادات، والكل بيحاول يستنتج ممكن هدرسفيلد يكونوا عايزين كام في رمضان يعني بعد تألق اللاعب مؤخرا. لكن في نفس الوقت يا جماعه في حسابات اخرى منطقيه، ان مثلا انا لما باجي اتفاوض مع لعيب انا عايزه بشوف هو عقده مع الفرقه اللي هو موجود فيها اللي بتمتلك العقد ما بين اللاعب والنادي قدامه قد ايه العقد. يعني مثلا لما يكون لعيب عقده 5 سنين وانا عايز اشتريه، غير لما لعيب يكون عقده 4 سنين او 3 سنين، فاكيد القيمه بتقل شويه. عامه هي كلها امور تفاوضيه، اكيد النادي الاهلي يعني هيبقى مركز بشكل كبير جدا في كيفيه الحصول على خدمات رمضان صبحي بشكل نهائي، واكيد نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في هذا الملف، لان رمضان لعيب اضافه اكيد للنادي الاهلي. موضوع سفر وفد وكلام من ده ممكن يكون في فتره لاحقه، لكن حاليا ما فيش اي جديد في الجانب ده. تعالوا نروح للدستور، ومهم قوي خبر الدستور والكلام على ان فايلر يريد اكرم توفيق، في اعجاب واشاده بمستوى اكرم توفيق مع فريق الجونه، واحنا عارفين ان اكرم معار لمده موسم لنادي الجونه. بعد نهايه الموسم هيتم الاستقرار بقى، هل الاهلي في حاجه لاكرم توفيق ام هيتم استمرار اعارته، دي امور كلها متعلقه المدير الفني هو صاحب القرار فيها. الموضوع كمان يؤجل عوده المعارين الى صفوف الفريق، طبيعي موضوع المعارين ده هيؤجل، مش يعني هو طبيعي جدا انه هيتم دراسته مع بدايه الموسم الجديد او مع انتهاء الموسم الحالي، يعني اشوف انا محتاج مين من المعارين واختار اشوف انا عايز مين يبقى معايا السنه الجايه. لكن دلوقتي ما فيش فرصه انك ترجع حد من المعارين عشان تاجل اصلا. يعني رمضان يرفض الجلوس مع احمد وامير مرتضى، الكلام كان كتير الفترة اللي فاتت بخصوص ان رمضان، وناس قالت لك رمضان مضى في الزمالك وان هو قعد مع مسؤولين في نادي الزمالك وكلام من ده. يا جماعة الكلام ده كله غير صحيح على الاطلاق، هي مجرد اشاعات بتطلع واجتهادات، والناس بتحاول يعني تتكلم في الجزئية دي، وان هو قعد مع احمد وامير مرتضى. طبعا الكلام ده ما حصلش اطلاقا اطلاقا، من حق اي حد يحلم ان هو يتعاقد مع رمضان صبحي، ما فيش مشكلة يعني عادي، يعني ممكن ناس تحلم ان هم يجيبوا لعيب بحجم رمضان صبحي، لكن الحلم صعب جدا يبقى حقيقه بصراحه بخصوص رمضان، يعني صعب صعب قوي قوي قوي. عادي رغبه عند اي فريق في الدنيا انه يتعاقد مع اي لاعب، رغبه مشروعه مفيش اي مشكله، لكن رمضان مش عبد الله السعيد. يعني عبد الله السعيد مع كامل احترامنا وتقديرنا ليه، اللاعب ليه رغبه معينه وقرر ان هو يروح مثلا او يمضي في نادي اخر، وعلى فكره دي حاجه تخصه، يعني احنا مش بننتقد عبد الله ولا حاجه، عبد الله من احسن لعيبه في مصر بالمناسبه يعني. لكن هو كان قراره كده، لكن مش شرط كل الناس يبقى قرارهم زي عبد الله السعيد. لكن برضو عايز اقول ان هو حق مشروع لكل الانديه في التفاوض مع اي لاعب، لكن رمضان بالتحديد صعب قوي، يعني صعب جدا ان هو يسيب النادي الاهلي ويروح حته ثانيه جوه مصر، ممكن بره مصر يلعب في اي حته ثانيه مفيش اي مشكله خالص. كمان يدرس تجديد اعارته، ان اللاعب يعني يدرس تجديد اعارته. خلينا نقول لحضراتكم الاتجاه الاقرب ان هيكون ان الاهلي يشتري رمضان بشكل كامل، مفيش اعاره ثالثه باذن الله، ده هيكون على حسب الاجراءات التفاوضيه ما بين الاهلي وهدرسفيلد الانجليزي. طيب خليني اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل الاخبار، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد، خلينا نتواصل مع جمهور الاهلي من خلال صفحات القناه، قناه النادي المختلفه سواء على تويتر فيسبوك وانستجرام، ورايهم في افضل لاعب هذا الموسم حتى الان في النادي الاهلي. نبتدي بفيسبوك، رضا محمد صديقنا العزيز قال: مع احترامي للجميع مستر فايلر المدير الفني هو احسن لاعب في الاهلي، الراجل في الحقيقه عامل مستويات ممتازه مع الفريق. محمد امين قال الشناوي، سمسم قال معلول وبادجي ونصفة، اعتقد بادجي لسه يعني صعب الحكم عليه دلوقتي، الراجل ما لعبش كتير مع النادي الاهلي ولسه منضم في فتره انتقالات الشتويه، لكن معلول طبعا عامل مستويات ممتازه مع النادي الاهلي ايضا. سامر قال اليو ديانج وفايلر. عبد الرحمن محمود قال صعب جدا التحديد بين الشناوي وفتحي ومعلول وديانج والسوليه. محمد ناجح قال الشناوي ديانج سوليه فتحي ياسر ابراهيم وقبلهم فايلر.
محمد يسري قال ان الاهلي هو النجم، ولكن نقدر نقول الشناوي احمد فتحي مركزين، ديانج مركز جدا 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 جدا. قول جدا براحتك. ماشي يا عم. عمر ابو عامر قال الشناوي احمد فتحي، علي معلول وقاليو ديانج، وجهاد شعبان قال الشناوي واحمد فتحي، محمود عبد المنعم قال السولية والشناوي ومعلول. واضح كده ان في اتفاق على بعض الاسماء اللي كانت مؤثره جدا في صفوف الفريق هذا الموسم حتى الان. محمد احمد قال طبعا لاعبي الارتكاز عمرو السولية وديانج اضافه لافضل حارس مرمى في مصر وافريقيا قصده طبعا على الشناوي. ولاء الذهبي قالت ان الشناوي ومعلول والسولية دول افضل لعيبه في النادي الاهلي هذا الموسم. يوسف علي قال الشناوي ومعلول وديانج. محمود احمد عباس قال السولية وفتحي وديانج. طب خلينا نروح لتويتر شويه، وتويتر نبتدي باحمد حسام قال معلول والشناوي. شيماء محمد قالت الشناوي معلول والسولية. محمد قال فايلر. صبري قال معلول. كيمو الاهلاوي قال معلول. احمد محمد ايضا معلول. وسمراء النيل قالت طبعا علولو من غير نقاش، علي معلول ده محمد العزب. واضح ان في اجماع كمان على، مش اجماع يعني، الاغلبيه بيتكلموا على ان علي معلول هو افضل لاعب في الموسم. لكن لما نيجي نشوف ردود افعال جمهور النادي الاهلي وان هم بيتطرقوا لاكثر من اسم مش اسم بعينه، في غالبيه شويه لعلي معلول. هو في الحقيقه عامل اداء مبهر مع النادي الاهلي هذا الموسم وعلى مدار المواسم السابقه في الحقيقه بالنسبه للاعب، لكن ايضا كان اتجاه ناحيه الشناوي احمد فتحي ديانج السولية. ده يدل على ان لعيبه النادي الاهلي هذا الموسم كلهم في الحقيقه مركزين بشكل كبير جدا وبيقدموا مستويات رائعه، وان شاء الله لما يتم استكمال الموسم يكونوا في افضل حالاتهم، وان شاء الله فرح جمهور النادي الاهلي في كل مكان. طيب خلينا نروح نشوف الناس. ناسي اجاي كمان، اجاي من ضمن اللعيبه اللي عامله موسم جيد جدا مع النادي الاهلي. لكن في العموم خلينا نروح نشوف اخبار الاهلي في المواقع النهارده. يلا بينا. الشروق، عقد فايلر مع الاهلي يتجدد تلقائيا بشروط. اليوم السابع، هل يتوج الاهلي بدرع الدوري حال الغاء الموسم الجاري؟ اتحاد الكره يجيب. سوبر كوره، ايقاف الدوري فال خير على الاهلي في افريقيا. موقع مبتدا، ودية الاهلي والهلال مهددة بالالغاء. في الجول، عبد الحفيظ محدد مع التائب موعدا جديدا لمهرجان اعتزاله بسبب كورونا. طيب الشروق بتتكلم على عقد مستر فايلر مع النادي الاهلي، وبيقولوا ان الراجل عقده يتجدد تلقائيا بشروط. الشروط هي ايه؟ طبقا للشروق يعني، ان هم بيقولوا ان الشروط دي موجوده في العقد، ان لو هو فاز بالدوري ودوري ابطال افريقيا تلقائيا يجدد العقد، يتجدد يعني ما بينه وما بين النادي الاهلي. وقال كمان ان هو لو رغب في الرحيل بعد ما يحقق البطولتين دول، رغم ان العقد المفروض يجدد تلقائي، هيدفع شرط جزائي 6، بالاضافه ان الاهلي ليه الحق في التفاوض على تجديد العقد اي وقت من الاوقات حتى لو ما جابش البطولتين دول يعني. ده يعني حاجات في الكواليس بخصوص، طبقا يعني لكاتبات الشروق يعني، بخصوص عقد مستر فايلر مع الاهلي. لكن برضه عايز اكد على حضراتكم ان في حاله رضا تامه من الناس في النادي الاهلي المسؤولين، وايضا الراجل مبسوط جوه القلعه الحمراء يعني. نروح لليوم السابع، واللي بتتساءل على ان هل يتوج الاهلي بدرع الدوري حال الغاء الموسم الجاري. اتحاد الكره بيجيب وقال لا، ما لو تم الغاء الموسم مفيش حد يفوز بالبطوله، وكان الموسم ده كانه لم يكن يعني على الاطلاق. وعامه يعني الموضوع انا شايف الناس مدياله حجم اكبر من حجمه يعني. سؤالي، هل الاهلي لو الدوري اتلغى السنه دي الاهلي هينقص بطوله مثلا؟ هل الاهلي كان بينافس حد ما صدق ان هو ياخد الدوري السنه دي عشان يقرب في المنافسه؟ لا، الكلام ده مش موجود. الاهلي في الحقيقه عنده عدد كبير جدا من الالقاب يعني، خلينا نقول ان دايما الاهم سلامه المواطنين وصحتهم، ده شيء مهم جدا بخلاف البطولات والالقاب والارقام ما بين اي فريق وفريق اخر يعني.
لكن الاهلي مش هيفرق معاه حتى لو البطوله السنه دي اتلغت، يعني مش هيفرق معاه. هو متصدر السنه دي وماشي بشكل ممتاز، لكن ده بيحصل كل سنه. بيبقى في فرق في الارقام، ان مثلا السنه دي انت فارق بشكل كبير جدا مثلا مقاولين صاحب المركز الثاني، عندك المنافس التقليدي طبعا نادي الزمالك اللي بنكلمه كل التقدير والاحترام، بعيد شويه في المركز الرابع. لكن في كل الاحوال كل سنه الاهلي بقى له 5 سنين ورا بعض بياخد الدوري تقريبا. فترة من فترات كانوا 7 سنين ورا بعض، فترة من فترات كانوا 9 سنين، عنده 42 بطولة دوري. فمش هيتأثر، مش هيفرق مع الأهلي قوي حتة إن هو يخسر بطولة، لكن اللي هيفرق مع الجمهور بشكل عام إن هو يتفرج على مباريات الدوري، سواء أهلي بقى زمالك إسماعيلي أي فرقة في مصر. يعني الناس بتحب تتابع الكورة في مصر، يعني اللعبة الشعبية الأولى. لكن برضو الأهم هنرجع لسلامة صحة الجماهير بشكل كامل، هو ده الأهم بكل تأكيد. تعالوا نروح لسوبر كورة وايقاف الدوري، فالخير على الاهلي في افريقيا، لكن نتمنى ان هو ما يحصلش. يعني لكن هو حصل قبل كده لما كان ما فيش دوري في موسم 2012 و2013، في الموسمين الاهلي فاز ببطوله دوري ابطال افريقيا. 2012 كان مع الكابتن حسام البدري لما وصلنا النهائي مع الترجي، لعبنا في برج العرب مباراه الذهاب وكان التعادل ايجابي، كان هدف سيد حمدي في هذا التوقيت، وعلى ما اتذكر لاعب الترجي كان اسمه وليد الهشري المدافع، كان هم تقدموا الاول واحنا تعادلنا في الاخر بهدف السيد حمدي من صناعه لاحمد فتحي لاعب النادي الاهلي. ورحنا هناك في رادس كسبنا 2-1 بهدفي جده ووليد سليمان. كمان كان ساعتها طبعا في 2012 فيش دوري، كان بسبب احداث بورسعيد طبعا، الاحداث الاليمه اللي كلنا يعني مش عايزين نفتكرها، او هم طبعا شهداء النادي الاهلي في اذهاننا دايما، لكن كان حدث صعب جدا على الجميع في مصر. 2013 الاهلي فاز ايضا ببطولة دوري أبطال أفريقيا لما لعبنا في النهائي مع أورلاندو، تعادلنا أيضا في مباراة الذهاب هناك في جنوب أفريقيا مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي 1-1 بهدف طبعا كابتن كبير جدا كابتن محمد أبو تريكة، هدف كان جميل قوي من ضربة حرة مباشرة. وكسبنا في مباراة الإياب 2-0 بهدفي أحمد عبد الظاهر وأبو تريكة أيضا في هذا التوقيت، وفزنا بالبطولة. كان ساعتها الدوري تم إيقافه بسبب ثورة 30 يونيو، توج النادي الأهلي بآخر لقبين دي بطولة دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله نتمنى إن الدوري يكمل السنة دي، وأيضا الأهلي يفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا بإذن الله، وهي بطولة مهمة جدا لكل الجماهير الأهلاوية بتفتقدها يعني بكل تأكيد. تعالوا نروح للخبر اللي بعده من موقع مبتدأ. وديه الاهلي والهلال مهدده بالالغاء، وهي وديه متعلقه بمهرجان اعتزال طارق تايب النجم الليبي الشهير واللاعب الكبير جدا جدا، فبالتالي مهدده بالالغاء. هي كان المفروض ان هي تكون مع نهايه شهر مارس الحالي، فاحنا عارفين طبعا اللي بيحصل في العالم كله، فخلاص الاقرب هيتم تاجيلها، مش عايزين نقول الغاء، ما فيش الغاء لحد دلوقتي، لكن هي هيتم تاجيلها. وده اللي مكتوب في الخبر اللي بعده من في الجول، وتصريحات للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، واللي بيقول ان احنا هنحدد مع تايب موعدا جديدا للمهرجان اعتزاله بسبب كورونا، وانه هيكون في ميعاد جديد بالتنسيق مع اللاعب ومع نادي الهلال السعودي، وعلى حسب مستجدات التوزيع الجديد للمسابقات بعد كده الامور هتبقى ماشيه ازاي. مواعيد المباريات اكيد هتبقى مختلفه اكيد بشكل كلي سواء افريقيا او محليا، فبناء على كل هذه الامور هيتم تحديد موعد جديد لمهرجان اعتزال النجم الكبير طارق التايب. طيب اخبار محليه وعالميه، يلا بينا نشوف. الشروق، أشرف صبحي لا نعد باستئناف الأنشطة الرياضية بعد أسبوعين. اليوم السابع، اتحاد الكرة ينتظر قرار فيفا بشأن المواعيد الجديدة لمباريات المنتخب الوطني. صدى البلد، تفاصيل مفاوضات مصر مع ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد. في الجول، فان دايك لو حسمنا لقب الدوري وسط مدرجات قوية سأشعر بإحباط شديد. يلا كورة، رسميا فالنسيا يعلن 5 حالات كورونا. موقع مبتدأ، رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات لعلاج مرضى كورونا مجاني. الدستور، فزع كورونا، تعليق كل الأنشطة الرياضية في السعودية وتأجيل مواجهة الإسماعيلي والرجاء المغربي، يويفا يحسم مصير البطولات الأوروبية الثلاثاء، والاتحاد الإنجليزي استكمال البريمير ليج محل شك. طيب نبتدي بالشروق والكلام على الدكتور أشرف صبحي،
وزير الشباب والرياضه، وقال ان هو ان احنا لا نعد باستئناف الانشطه الرياضيه بعد اسبوعين، وده اللي منطقي يعني حتى الان. يعني ما يقدرش طبعا حد يوعد بعوده النشاط الرياضي الا لما نشوف اخر التطورات والمستجدات هتوصل لحد فين يعني. وهيبقى في تقييم طبعا للموقف ده على حسب تصريحات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، تقييم بشكل مستمر للموقف واخر التطورات، وبناء عليه هيتم اتخاذ القرارات. حتى الان القرار ايقاف النشاط الرياضي لمده اسبوعين، بعد كده مع نهايه الاسبوعين هيتم دراسه الموقف وبالتالي اتخاذ قرارات اخرى، سواء بعوده النشاط الرياضي بشكل طبيعي وده اكيد اللي بنتمناه، او بتجديد التوقف يعني. نروح لليوم السابع، واتحاد الكره ينتظر قرار فيفا بشان المواعيد الجديده لمباريات المنتخب الوطني. احنا عارفين المنتخب الوطني كان من المفترض ان هو عنده اجنده دوليه مع نهايه هذا الشهر من خلال مباراتين، مباراه يوم 26 مع توجو ومباراه 29 مع توجو ايضا في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون. بالتالي الكاف اعلن عن تاجيل هذه المباريات، فالبرنامج اتلخبط شويه، حصل لخبطه كده عند الجهاز الفني منتخب مصر، ده طبيعي، واللخبطه مش عندهم هم بس، عند كل الانديه يعني في كل انحاء العالم. فبالتالي هيبقى في دراسه للموقف، هنعمل ايه؟ هيبقى في اجتماعات طبعا للجهاز الفني بقياده الكابتن الكبير كابتن حسام البدري، ومن خلاله يتم الاستقرار على اللي يحصل الفتره الجايه بالتنسيق ايضا مع اللجنه الخماسيه برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني. والاصلح بالنسبه لمنتخب مصر هيكون ايه خلال الفتره الجايه، وبناء كمان على المواعيد الجديده اللي هيتم اعلانها بالتحديد من قبل الفيفا وايضا من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم. فهيبقى في تواصل خلال الفتره الجايه عشان يعرفوا اخر المستجدات ايه. صدى البلد والكلام على محمد صلاح، وان في تواصل ما بين الاتحاد المصري مع فريق ليفربول بشان مشاركه محمد صلاح في الاولمبياد. واحنا عارفين ان احنا تاهلنا طبعا للاولمبياد، الاولمبياد نفسها لسه مش عارفين ميعادها هيبقى ثابت ولا لا، المفترض ان هي هتبتدي يوم 24/7، لكن حتى الان ممكن يكون في تاجيل او ترحيل للميعاد، لسه مفيش قرارات رسميه بخصوص هذا الجانب يعني. لكن في كل الاحوال هم هنا صدى البلد بيقولوا ان في مخاطبات رسميه ما بين الاتحاد المصري لكره القدم وفريق ليفربول بشان محاوله اقناع ليفربول بترك محمد صلاح في الاولمبياد. واحنا عارفين ان الموضوع متعلق بفريق ليفربول، لان ليفربول عندهم الحق في منع اللاعب من المشاركه في الاولمبياد، لان الاولمبياد مش مدركه ضمن الاجنده الدوليه يعني للفيفا. فبالتالي حقهم ان هم ما يخلوش صلاح يلعب في الاولمبياد حتى لو اللاعب عنده رغبه، لكن في تنسيق وتواصل يعني. هم كمان هنا في الخبر بيقولوا ان في تواصل ما بين الكابتن شوقي غريب ويورجن كلوب المدير الفني لليفربول بشان ايضا محاوله الحصول على موافقه كلوب بمشاركه محمد صلاح في اولمبياد طوكيو. طبعا صلاح هيبقى اضافه قويه جدا للمنتخب الاولمبي في حاله الموافقه على مشاركته، هنشوف اللي هيحصل خلال الفتره الجايه. في الجول واحنا لسه مع ليفربول، وحديث لفيرجيل فان دايك المدافع الكبير ونجم خط دفاع ليفربول، وقال ان احنا لو حسمنا القاب الدوري وسط مدرجات خاويه ساشعر باحباط شديد. وفي الحقيقه من ضمن الانديه يعني حظهم سيء جدا ليفربول، يعني الناس بقى لهم 30 سنه ما بياخدوش الدوري، والسنه دي ناقص لهم 6 نقاط بس عشان يتوجوا باللقب بشكل رسمي، لكن حصل في موضوع كورونا ده، فبالتالي النشاط اتوقف هناك وفي كل حته، فحظهم صعب شويه في الحقيقه يعني. كيفن فان دايك قال احنا طبعا مضطرين ان احنا نتعامل مع الموقف، واهم شيء سلامة الجميع، لكن في كل الأحوال لو تم اتخاذ قرار بعودة الدوري من غير جمهور واحنا حسمنا الدوري في عدم وجود جماهير في المدرجات، هيبقى الموضوع محبط جدا بالنسبة لنا، لأن دايما البطولة بتبقى للجمهور وبيبقى نفسنا نحتفل معاهم، خصوصا بعد غيابها عن ليفربول لمدة 30 سنة. يلا كورة بتتكلم على ان رسميا فالنسيا يعلن عن 5 حالات اصابه جديده بكورونا. هم ما اعلنوش عن الاسماء يعني، في بس لاعب هو اللي تم الاعلان عنه، او هو نفسه ايزيكيل جاراي هو اللي اعلن بنفسه عن اصابته بمرض كورونا. فبالتالي هم قالوا ان في بعض اللاعبين وبعض اعضاء الجهاز الفني موجودين في الحجر الصحي دلوقتي وما تعرضوا للاصابه بهذا الفيروس، اكيد نتمنى لهم السلامه في اطار عدد كبير جدا من النجوم في الحقيقه اللي تعرضوا لهذا المرض يعني. تعالوا نروح لموقع مبتدا، والخبر ده مش حقيقي بالمناسبه، خبر رونالدو يحول فنادقه الى مستشفيات لعلاج مرض كورونا مجانا، الكلام ده مش حقيقي، وان الفنادق زي ما هي، لان كان طلع كلام من امبارح كده ان رونالدو خلى الفنادق بتاعته كلها مستشفيات وكل يتعالج بالمجان هناك وكده، لكن اداره الفندق الخاص ب رونالدو طلعوا اعلنوا النهارده ان الفندق زي ما هو ما تحولش خالص لمستشفيات. هم كذبوا خبر كان يعني سبب خروج هذا الخبر من خلال صحيفه برتغاليه.
طيب دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه، انا هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل استضيف ضيفي العزيز طبعا استاذ عمر البانوبي الناقد الرياضي ببوابه اخبار اليوم، وحديث مستمر في بعض الملفات الهامه، استنونا بعد الفاصل. بينورني ويشرفني في هذه اللحظات استاذ عمر البانوبي الناقد الرياضي بوابه اخبار اليوم. يا عمر ازيك؟ اهلا، ازيك يا امير؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. نورنا يا عمر. ده نورك. نبتدي منين؟ نبتدي من اي حته؟ خلاص هي كلها بقت واحده دلوقتي اليومين دول، مفيش جديد يعني. اعتقد انه العالم كله بيتابع مستجدات كورونا فيروس، حتى في كره القدم بنشوف الانديه اللي بتعلن عن اصابات جديده او بتعلن عن اجراءات احترازيه او اجازات يعني او طرق برامج تاهيل للعيبه علشان فتره الاجازات المتوقع ان هي مش هتكون قصيره، واكيد هتاثر على المستوى الفني لكره القدم على مستوى العالم كمان. يعني اكبر الفرق هتتاثر لحد اصغر فريق واصغر دوري موجود هيتاثر بفتره التوقف اللي احنا فيها دي. لكن في يعني جوانب اخرى هيتم التاثر من خلالها، يعني بالتحديد فيما يتعلق بالجوانب الاقتصاديه للانديه مثلا، في تصورك ايه اللي ممكن يحصل؟ لا يعني هو الوضع لحد الان صعب، صعب بمعنى ايه؟ ان انت في المستقبل لسه مش عارفه. انه هل التوقف ده هو تعليق للنشاط لفتره قصيره ولا فتره طويله؟ عندك ميعاد هترجع تعيد حساباتك فيه وتهندل تاني امورك الماديه تحديدا في البطولات الكبيره، دوري ابطال اوروبا، دوري الانجليزي، دوري ابطال افريقيا، هنا كل الامور لسه مش واضحه. وبالتالي اقتصاديا اكيد في خسائر على الكل، على كل الانديه، في خسائر في الاعلانات وغيره وغيره على مستوى العالم في البطولات الكبيره كمان. فاعتقد ان الموضوع هيحتاج يعني نوع من اعاده النظر كمان من كل المؤسسات اللي بتشارك كره القدم في البطولات الكبيره والرعاه كمان. يعني اعتقد الوضع لا صعب، صعب، والكره ما مرتش بالموضوع ده خالص. يعني احنا لو بنتكلم مثلا اخر فيروس او اخر حاجه حصلت تعمل مشكله زي دي كان 1918 تقريبا، الانفلونزا الاسبانيه دي، قبل ما يبقى فيه الكوره بشكل الاحترافي اللي احنا فيه والعقود والالتزامات. فاعتقد انه الحدث ده هو جديد على الكوره العالميه. يعني ايه اللي حصل في التوقيت ده؟ لا، في التوقيت ده مات عدد كبير جدا من من البشر بفيروس الانفلونزا الاسبانيه، والعدد اعتقد كان كبير جدا، يعني وصل لملايين من البشر. لانه يعني طبعا ما كانش في تقدم في الطب ولا كان في اجراءات وقائيه بالشكل اللي احنا بنعمله دلوقتي طبعا. ونتمنى طبعا ما يوصلش حاجه الوضع في العالم كله لحاجه زي كده، نتمنى ان الامور تستقر وتهدى ويكون في علاج لفيروس كورونا وان الامور تعود لنصابها تاني، نستأنف حياتنا الطبيعيه مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب عايز اخد رايك، انا عارف ان انت دايما مهتم بالاخبار العالميه فيما يتعلق مثلا بالدوري الانجليزي. لو تم الغاء الدوري هيبقى الموقف ايه؟ خصوصا مع فرقه زي ليفربول، يعني كانوا بقى لهم 30 سنه بيحاولوا ياخدوا البطوله. يعني خلينا نقول كمان ان الحدث لانه جديد على الكره العالميه، اللائحه تقريبا ما فيهاش حاجه عن موضوع انه يكون في فيروس او وباء عالمي. لائحه الاتحاد الانجليزي فيها بس عن الحرب مثلا، عن الحرب، عن الاحداث الاقتصاديه الكبيره، الكلام ده كله، لكن عن وجود وباء دي مش موجوده. مش موجوده فعلا. وبالتالي محتاجين طبعا ان رابطه الانديه هي اللي تقعد وتقرر، وده هيحصل. يعني اذا كان هو في تعليق لمده لحد يوم 3 ابريل اللي جاي، بعد قبل 3 ابريل طبعا هيكون في اجتماع لرابطه الانديه، وبناء عليه هتقرر ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل في الدوري الانجليزي. فاعتقد ان الموقف صعب كمان على مشجعين ليفربول، ده طبيعي. يعني لما تقعد 30 سنه مستني انك تاخد بطوله، وبطوله مش سهله وكمان مقدم فيها اداء هايل جدا، وفجاه يقول لك لا هتتلغي. يعني شايف ان من العدل ان هم يدوا ليفربول البطوله ويختموا الموسم على كده. يعني ممكن لا ما نقدرش نقولها. يعني انا اعتقد انه الاقتراحات هتكون كتير. يعني هتلاقي اقتراحات من الانديه كتير، وكل نادي هيدور على مصلحته في الاول وفي الاخر، لانه كمان الخسائر كبيره بالذات في انجلترا. في اصابات في بعض الانديه، شفنا في ليستر سيتي، شفنا في بورنموث، شفنا في اعتقد ارتيتا مدرب ارسنال. يعني موضوع أدوي صعب، أدوي في تشيلسي أعتقد. فكده الموقف نفسه محتاج مراجعة شوية. أعتقد أن كل الأندية هترفض استئناف المسابقة، لأنه في أندية فقدت لعيبة هتضطر أنها تنتظر علاجهم من الفيروس. وفي نفس الوقت إحنا في فترة من دلوقتي ل 3 أبريل نتمنى أن ما يظهرش أي حالات تانية إن شاء الله، لكن هتلاقي هتسمع انه في نادي كذا في لعيب كذا، لانه كمان الموضوع مش فكره انه اللعيب بيعمل ايه، لا هو دخل مكان، اتعشى في مكان، قابل حد. كمان اللعيبه بتتحرك كتير، انتقالات، سفر،
الموضوع مش سهل يعني. فاعتقد انه ده هيخلي الانديه ممكن ترفض انها تستأنف المسابقه. في حاله استئناف المسابقات العالميه بشكل كامل اكيد هتبقى محتاج فتره اخرى لاعداد اللاعبين للمشاركه في المباريات، دي مشكله اخرى يعني. هي مشكله كبيره، لان استعاده المستوى واستعاده معدل اللياقه البدنيه وحساسيه الملعب، عارف انت زي ما يكون لما الدوري عندنا وقف فتره وبعد كده رجع، اللعيبه بتبقى مش يعني مش واقفه على رجليها فنيا لانه فقد حساسيه الملعب اصلا. المنافسات نفسها استمراريتها مش موجوده. فاعتقد ان ده هياثر على مستوى الكوره على مستوى العالم حتى في اكبر الانديه يعني. ممكن لعيبه احنا شفناها كانت مكسره الدنيا يبتدي لما يرجع تلاقي مستواها يكون اقل شويه. احنا شفنا حتى الاصابات اللي في يوفنتوس، رونالدو كريستيانو رونالدو موجود في حجر صحي اختياري لمدة 14 يوم في ماديرا في البرتغال. بعد ال 14 يوم بدون تدريب بدون أي نوع من أنواع الأنشطة اللي داخل الملعب اللي على أرض الملعب، أعتقد الموضوع هيبقى صعب شوية. مش بقول إن كريستيانو رونالدو مش هيرجع لعيب هيرجع لعيب صغير، بس في نفس الوقت لا، المستويات الفنية هتتأثر. بدنية طبيعي بدنية طبيعي، لكن ممكن برامج تعمل بدنية جوه البيت حتى بشكل عادي، لكن في نفس الوقت الحتة الفنية حساسية الملعب دي لما بتغيب بتاخد وقت على ما ترجع. مش أي لعيب، في فروق فردية بين كل لعيب والتاني. في نفس الوقت برضو التمرين الجماعي حاجة، وإنك أنت قاعد بتمرن لوحدك في البيت دي حاجة تانية. فالرجوع مش هيبقى سهل، بس يهمنا ان الدنيا ترجع يعني. احنا يهمنا الكره ترجع باي شكل طبعا، بعد ما ترجع في ظروف افضل من اللي احنا فيها طبعا دلوقتي، نشوف المستويات الفنيه هيحصل فيها ايه ان شاء الله باذن الله. نتمنى السلامه للجميع، ونتمنى ان الموضوع يبقى عباره عن اسبوعين بس ايقاف في مختلف انحاء العالم، وبعد كده يرجع النشاط الرياضي في كل حته باذن الله بشكل جيد. عايز اتكلم معاك بقى شويه بخصوص الفترة السابقة بالنسبة للنادي الأهلي. خلاص الدوري توقف، لكن النادي الأهلي قدم موسم ممتاز لحد إيقاف بطولة الدوري. تقييمك إيه؟ سواء للجهاز الفني أو للمستويات اللي قدمها اللاعبين يعني. يعني خلينا نقول إنه الأهلي خاض مغامرة شوية في بداية الموسم ده، إنه بيتعاقد مع ريني فايلر مدرب سويسري مدرسة ما اشتغلتش في مصر أعتقد غير ثلاث مرات. لو اتكلمنا في الزمالك كريستيان جروس وميشيل دو كاستال، وفي النادي المصري ألين جيجر. دول اللي اشتغلوا من سويسرا في مصر، فطبعا كانت مغامرة. بعد كده ثبت بعد نظر اللجنة الفنية أو لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي في اختيار فايلر وفي طريقه فايلر بقى في اداره الامور بعد كده. تفاجئت ان انت قدام مدرب متطور ومتعلم عنده يعني فارق كتير عن بعض المدربين الاجانب اللي دخلوا مصر وعن مدربين كتير موجودين في الدوري في الوقت الحالي. قدر انه بسرعه يتفهم طبيعه الكره المصريه في وقت برضه قياسي، قدر يفهم طبيعه الكره الافريقيه، قدر يقيم كل اللاعبين، منح فرص لكل اللاعبين، ودي ما بتحصلش مع اي مدرب. كنا دايما نشوف مدرب بيجي بيعتمد على 12 13 لعيب، وبعد كده ممكن مع ظروف بقى اصابه غيابات يبتدي يدي مساحه لحد تاني، لكن فايلر ما عملش كده، بدا من الاول انه يدي مساحه لكل اللعيبه. كان بيدرس المنافسين صح، ولذلك كان هو عارف امتى بيدي فرصه لمين وقدام اي منافس. يعني مش هيجي في ماتش صعب وهيجي يجرب حد، لا هو بيبقى عارف هو عاوز ايه من الماتش ده. لما نتكلم عن الدوري، الاهلي متصدر الدوري بفارق مريح عن اقرب المنافسين، اعتقد انه نجاح بنسبه 100% تقريبا. يعني لولا التعادل مع سموحه بس كان يبقى كمان 120%، لكن هو بنجاح بنسبه 100% في الدوري. على مستوى افريقيا اعتقد انه فايلر قدم افضل اداء مع الظروف اللي حواليه، لانه برضو مش عايزين نغفل حته الاصابات. تمام. يعني في عندك اكتر من لعيب اصيب، اللعيبه دي لعيبه مؤثره ولعيبه كان ممكن تضيف جدا لتشكيل النادي الاهلي ولقوه النادي الاهلي والمستوى الفني. لو اتكلمنا عن محمد محمود، واتكلمنا عن حمدي فتحي، اتكلمنا عن اصابات راحت ورجعت وسعد سمير. فاعتقد ان الوضع ما كانش سهل، لكن في افريقيا انك تقدر توصل كريم ندفت طبعا توصل سيمي فاينل وعلى حساب ميلودي سان داونز اللي هو بطل البطوله من سنتين ثلاثه على حساب نادي الزمالك، فاعتقد لا ده انت في يعني معاك مدرب قادر انه يستوعب فكرة الكرة في أفريقيا عكس مارتن لاسارتي شوية كانت صعبة عليه، ما قدرش إنه يستوعب فكرة أصلا النادي الأهلي، ما كانش فاهمها قوي. يعني هو ما يعرفش إنه لازم يحارب على كل بطولة، أنا مش بكتفي إن أنا خدت الدوري. ولذلك فايلر خلص تقريبا خلص مهمته في الدوري اللي هو ماتشاته بيكسبها، لكن تركيزه في أفريقيا بشكل مختلف. وحسن إدارة فايلر للمباريات ظهرت قدام صن داونز، إن أنا قدرت آخد اللي أنا عايزه وأنا في القاهرة، ولما رحت بريتوريا برضو اديت بشكل كويس. لولا انه في برضو فرص بتضيع كان ممكن تكسب ثلاثة وكان ممكن تكسب أربعة. لو عدينا الفرص اللي انت ضيعتها هناك انت كان ممكن تكسب بنتيجة مريحة كمان. فده نجاح كبير جدا. انا برضو بحاول أأكد على نقطة انه مش فايلر لوحده اللي بيشتغل،
حلو. الجهاز الفني اللي معاه في كابتن سامي قمصان طبعا والعنصر المصري اللي موجود في الجهاز، مدرب على اعلى مستوى الحقيقه، في ديفيد سيزا وميشيل يانكون، في شعيب سيكوك، وفي توماس بينكل، في مجموعه كل واحد فيهم عارف دوره. طيب هنتكلم باستفاضه في الجزئيه دي، بس اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل. يلا بينا. مكملين مع ضيفنا العزيز عمر البنوبي الناقد الرياضي الكبير، وكنا بنتكلم قبل الفاصل بخصوص جزئيه الاهلي ومستويات المدير الفني اللاعبين على مدار الموسم الحالي. انا عايز اخد رايك والفرق ما بين لاسارتي السنه اللي فاتت والاهلي السنه دي مع فايلر. لا، هو في فرق جوهري كبير. انه مارتن لاسارتي كان مش مستوعب قيمه النادي الاهلي بالنسبه للكره المصريه والكره الافريقيه، وكان متخيل انه انا اخدت الدوري فانا كده عملت مجد كبير جدا، ولابد ان انتوا تحترموا ده. انا احترم ان انت اجتهدت في انك اخدت بطوله الدوري، لكن في النهايه الاهلي ما ينفعش يخرج من بطوله افريقيا، لانه بيبقى هدفه انه يحقق البطوله، وهي دي طموحاته وطموحات مجلس ادارته اللي هي بتتماشى مع طموحات الجماهير. جمهور الاهلي اتعود النادي الاهلي هو البطل في اي بطوله هو بيشارك فيها. لاسارتي ما كانتش واصله له النقطه دي، لكن الفرق الكبير بقى انه فايلر لا، هو فاهم النقطة دي قوي، فبيتعامل معاها، حتى بيتعامل مع الإعلام وتصريحاته من المنطلق ده. تمام. وفايلر عنده نقطة يمكن ناس كتير ما تبقاش يعني واخدة بالها منها، إنها موجودة في مدرب أجنبي في مصر، إنه الراجل بيقدر المواقف بشكل جيد وبيقدر يحترم الخصم بتاعه طول الوقت، سواء الخصم ده هيلعبه النهارده او ممكن مستقبلا يلعب. يعني مثلا في تصريحاته بعد صعود الاهلي والزمالك للسيمي فاينل في دوري ابطال افريقيا، فهو قال تصريح عبقري، قال انا فخور ان بلدي اللي هي مصر دلوقتي بيصعد منها فرقتين لسيمي فاينل افريقيا، وده دليل على تطور الكوره في مصر. فهو عارف هو بيعمل ايه، تصريحاته عارفه هي رايحه فين، مش بيقول اي كلام. لاسارتي كان بينفعل طول الوقت على الصحفيين، بالذات في الفتره الاخيره له في المؤتمرات الصحفيه، عصبي شويه. ده ما كانش في مدرب بيبقى عصبي، في مدرب بيبقى عارف امتى يرد وامتى ما يتكلمش. فاعتقد انه فايلر لا، عنده نقطه ايجابيه اكتر بكتير. فنيا كمان اعتقد ان المستوى الفني وحتى تطوير بعض اللاعبين موجود في الوقت اللي فيه فايلر اكتر من وقت لاسارتي. يعني شفنا مستويات لبعض اللاعبين افضل، رغم برضو حته الظروف الخارجة عن إرادة المدرب، سواء بقى توقفات، أزمات إدارية عند اتحاد الكورة مثلا أو عند أندية أخرى، أو الوضع اللي احنا فيه دلوقتي والإصابات طبعا. لكن أعتقد أنه فايلر قادر شوية أنه يطور قدرات لعيبة النادي الأهلي، ودايما تلاقي فيه شغل جماعي. يعني شغل الجماعي اللي بيعمله فايلر واضح أكتر شوية من الشغل اللي كان بيعمله لاسارتي. هل شايف الأهلي وجد ضلته أخيرا في المدير الفني اللي كان بيفكر فيه أو بيحلم بيه أنه يكون متواجد ويقود الفريق الأول؟ طبعا، لأنه لو قارنا هنقول أنه من بعد مانويل جوزيه مفيش مدرب كان مقنع لجمهور النادي الأهلي قد رينيه فايلر. يعني رينيه فايلر لو حاطين السي في بتاعه جنب السي في بتاع مارتن يول الموضوع صعب. لكن لما تشوف إزاي رينيه فايلر قادر انه يستوعب قيمه النادي الاهلي، وقادر انه يطور الاداء، وقادر انه يحافظ على مكانه ويحافظ على مكانه النادي الاهلي، لا هو فارق عن مارتن يول كتير جدا بالنسبه لرؤيه الجماهير. يعني الجمهور لما بيقيم هيقيم رينيه فايلر احسن مليون مره من ما بيقيم وقتها مارتن يول، رغم ان مثلا مارتن يول خبراته في التدريب كبيره، راجل كمان سنا اكبر من فايلر واشتغل قبله بكتير، فخبراته في التدريب كبيره، حتى اسماء الانديه اللي هو دربها أكبر بكتير. لكن في النهاية مين اللي على الأرض هو اللي بيأدي، هو اللي بيعمل نتائج، وهو اللي الجمهور شايف إن هو ده المستقبل، هو رينيه فايلر. نقطة التعاقد مع مدرب سنه صغير دي نقطة ذكية جدا، تحسب للجنة التخطيط لكرة القدم والمجلس إدارة النادي الأهلي وللنادي الأهلي عموما. تمام. إنه الفكرة نفسها، ما أنا ممكن أجيب مدرب عبقري واسم كبير بس يكون كبير في السن شوية. المدرب لما بيكون كبير في السن شوية مهما كان قوي، وموجود جوزيه مورينيو دلوقتي كان مكسر الدنيا طول عمره، دلوقتي كل التجارب من بعد مانشستر يونايتد بقى الكيرف بينزل لتحت. فأعتقد إنه مدرب صغير عنده طموحات لسه، إنه بيبني كارير بتاعه، بياخد تجربه هو ما كانتش على باله انه يدرب في افريقيا ويدرب اكبر نادي في افريقيا. فده بيديله طموحات اكتر، بتتجدد عنده الدوافع، بيقدر ان هو يؤدي
بشكل افضل بكتير من ان انا ممكن اجيب مدرب زي مارتن يول مثلا او غيره من الاسماء الكبيره اللي لها سي في قوي في اوروبا مثلا، لكن هو ما بقاش عنده طموح اصلا ان هو يعمل حاجه، فما يقدرش يؤدي بالشكل اللي يتمناه جمهور النادي الاهلي ولا مجلس اداره النادي الاهلي. طيب، هنا الفرق. طيب ده شيء مهم جدا، عايز اخد ردود افعال جماهير الاهلي، نواصل كده ونشوف الاخبار ايه ورؤيتهم لافضل لاعب هذا الموسم حتى الان مع النادي الاهلي. نروح لتويتر ومحمد حسن، وده سؤال انا هسالك فيه بعد كده يعني بخصوص افضل لاعب او مين اللاعب المؤثر بالنسبه للنادي الاهلي هذا الموسم. محمد حسن قال افضل لاعب في الموسم حتى الان مشتركه ما بين الشناوي واليو ديانج. علي السني قال معلول طبعا، محمود قال الشناوي، جهاد شعبان قالت كابتن الشناوي، احمد فتحي، سعد عاشور قال معلول، محمود حسني قال علولو، وهمسه قالت الشناوي سليه طبعا، شاهد قالت عبد الله، شاهد عبد الله قالت معلول، واحمد صالح قال الشناوي سليه، ومحمد بيومي قال علي معلول افضل وهو افضل لاعب في النادي الاهلي هذا الموسم. نروح لفيسبوك، ولاء قالت الشناوي معلول والسوليه. ابو حسام بشكرك على كلامك الجميل. ادهم رفعت قال الشناوي معلول وديانج. يوسف بدوي قال الشناوي واحمد فتحي لما بيلعب وعم حارس طبعا ماشي. احمد الغنيمي قال علي معلول والشناوي والسوليه. علي السيد قال طبعا علي معلول وعمرو السوليه. رايك انت ايه يا عمر؟ انا رايي انه يعني افضل لاعب في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت هو الكابتن محمود الخطيب. يعني في انه قدر اولا يتخطى ازمات كتير جدا لكرة القدم او فريق الكورة بنجاح. زي ايه؟ في هدوء. زي ايه؟ الاهلي ما كانش فيه الهزات الفنية اللي حصلت في اخر 3 او 4 سنين. يمكن الفترة اللي هي عند اخر بطولة افريقية حققها النادي الاهلي سنة 2013 كان سيستم الكورة واحد. سيستم الكورة اتعود عليه النادي الاهلي من فترة طويلة جدا. تمام. كان في لجنه كوره بتدير وفي مدير فني، لكن دلوقتي احنا بنتكلم ان كابتن محمود الخطيب لما استلم المهمه بعد مجلس المهندس محمود طاهر كان سيستم الكوره اتغير في النادي الاهلي، سيستم اداره الكوره، اداره قطاع الكوره نفسه. فانك تعيد تنسيق الامور مره ثانيه ده مش سهل ابدا، لانه الموضوع ده بينسحب عليه حاجات كتير في تخص تعاقدات اللاعبين، تخص فلسفه الكوره، طريقه الاداره، كل ده اختلف. انك تعيد النصاب ده مره تانية ده ما كانش سهل، وبالتالي انا كان عندي اكتر من مرحله حصل فيها ازمات كتير وقدرت اتخطاها. مش وقت ان انا اسرد ايه هي الازمات الكتير اللي حصلت، لكن اسرد ان انا غيرت كذا مدير فني منهم واحد هو المدير الفني لمنتخب مصر في الوقت الحالي. وبرده الحاجات دي الناس ممكن تكون بتنساها شويه، او في ناس عشان تسارع الاحداث بتنسى. في مدرب زي كارتيرون كان موجود ومشي، مدرب زي مارتن لاسارتي كان موجود ومشي، كابتن محمد يوسف تولى اكتر من مره انتقاليه. القصه دي كلها مع اعاده بناء فريق النادي الاهلي بعناصر اعتقد انه زي ما انت قريت دلوقتي الجمهور بيشهد لها بقى، يعني مثلا دخول اليو ديانج دلوقتي للعبه، وده لعيب ممكن لما الاهلي كان رايح يشتريه من مولوديه الجزائر ما كانش حد عارف هو مين اليو ديانج. يعني برضه في لما تيجي تتكلم في سوق التقييم يقول لك ليه طب ما تروح تجيب فلان اللي بيلعب في منتخب كذا ولعيب دولي ومش عارف ايه. طيب انت دلوقتي على ارض الملعب الناس بتستنى تشوف اليو ديانج عشان تطمن لخط وسط الملعب. فاعتقد ان كل دي نجاحات تقول انه الكابتن محمود الخطيب لا ادى موسم حلو مع النادي الاهلي. لو هنختار مين افضل لاعب، لكن على الصعيد الفني داخل الملعب اعتقد انه كل لعيب النادي الاهلي بيأدوا بشكل ممتاز. يعني العنصر الابرز من وجهه نظر الابرز في الموسم اللي احنا فيه دلوقتي اعتقد انه يعني في فترات علي معلول فتره طويله جدا دلوقتي محمد الشناوي بنشوف انه السهم بتاع اداء محمد الشناوي في تصاعد مستمر. هو ده الاهم، لانه مركز حراسه المرمى شفنا ليفربول وده درس لكل انديه العالم. طبعا اليسون بيكر بيغيب الدنيا بتتقلب راسا على عقب. ادريان كاريوس بقى كله زي بعضه. يعني الحارس الجود كواليتي ده حاجه وبقيه الحراس حاجه ثانيه. فاعتقد انه محمد الشناوي لا ده نقطه قوه للنادي الاهلي في خلال الموسم الحالي طبعا. ويحسب له كمان يعني جزء كبير في الصعود لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا. ده امر مهم، وفي الحقيقه عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي تالقوا هذا الموسم. خليني اقول لك ان في اجتماع يوم الثلاثاء للجنه الخماسيه لمناقشه مستجدات تاجيل بطوله الدوري، وبيحطوا خطط بديله يعني ايه اللي ممكن يحصل. الاجتماع ده هيكون يوم الثلاثاء وفي مقترحات اكيد هيعرضوها خلال هذا الاجتماع. رايك ايه او ممكن ايه اللي يحصل؟
اعتقد انه اللجنه الخماسيه هتنتظر الفيفا هيقول ايه برضه. تمام. يعني في النهايه لابد ان احنا نشوف الاتحاد الدولي لكره القدم هيقول ايه عن فتره تعليق نشاط كره القدم في الدول اللي علقت النشاط ومنها دولتنا في مصر. اعتقد انه بناء على ده هيبقى في اقتراحات. اقتراحات كمان في حاله استئناف النشاط. طبعا يعني استئناف النشاط وارد. لكن في النهايه احنا مدين فتره الاسبوعين الراحه او ال 15 يوم اللي فيهم توقف للدوري عشان نشوف الدنيا رايحه لفين. اتمنى ان النشاط يستأنف ويستأنف بشكله الطبيعي الحالي طبعاً. حتى لو في غياب الجمهور. يعني لو في اجراءات احترازيه اعتقد كمان يعني من الحاجات اللي ممكن نحيي عليها اللجنه الخماسيه وجود اللجنه الطبيه وان هي تفاعلت مع موضوع كورونا فيروس بالزبط. بشكل سريع وعقدت اجتماع واصدرت توصيات. التوصيات دي اذا نفذت واذا الراي الطبي بيقول انه مفيش مشكله ان احنا نستأنف الدوري انا من انصار ان المسابقه ما تقفش. يعني انا من انصار ان المسابقه ما تقفش ما دام مفيش خطر على صحه اي عنصر من عناصر المنظومه. وطالما انت بتلعب من غير جمهور وكده كده انت بتلعب من غير جمهور ده طبيعي. يعني مفيش تجمعات لكن في النهايه اذا مفيش خطر طبي بعد توصيه لجنه طبيه وبعد مراجعه الوضع العالمي كل شيء لما الاقي ان الامور تسمح لي ان انا استأنف الدوري فانا من انصار ان انا استأنف الدوري. كويس. واتمنى ان ده يحصل. لكن في النهايه احنا هننتظر برضه نشوف الايام اللي جايه هتسفر عن ايه. طيب ما في المقابل مثلا الدوري التركي بيقام حتى الان ما تمش تاجيله او ايقافه، يعني مثلا النهارده في ماتش بيشكتش هيلعبوا مع جلاتا سراي في الدوري التركي التشكيل اللي تم الاعلان عنه والنيندي موجود اساسي. ماتش قمه كمان يعني. ماتش قمه. بس انا الحقيقه لا اعول على تركيا قوي بصراحه يعني. ممكن بيصحوا متاخر شويه بقى. المكسيك بتلعب دوري لحد دلوقتي، الارجنتين بتلعب دوري، لكن لا يعني برضو مش دي الدول اللي تعول عليها قوي يعني بصراحه. وبعدين انا بحب امشي مع الدوله، الدوله اعلنت اجراءات احترازيه بالظبط، اقصد انه الدوله بتقدر كل المواقف. واحنا شفنا مثلا موضوع الامطار والطقس السيء كان في اجراءات احترازيه، فاعتقد انه في النهايه الوضع بالنسبه لنا نتمنى انه خلال الايام اللي جايه وقبل اجتماع يوم الثلاث كمان نكون عرفنا الرؤيه هيكون شكلها ايه والوضع القادم هيكون شكله ايه في الكره المصريه. انت مع ان لو لا قدر الله مثلا او يعني نتمنى ان الدوري يتلعب مثلا لو تم اتخاذ القرار بان الدوري يكمل بشكل طبيعي في ظل عدم وجود حالات مثلا او العدد عندنا او المرض مش متفشي، هل شايف ان احنا لازم برضه نكون متوافقين مع الاتحاد الدولي ولا احنا طالما الدنيا عندنا ينفع ان الدوري يتلعب نلعب؟ هو الاتحاد الدولي هيجي يسالك هيقول لك انت تقاريرك ايه جوه؟ يعني انت كاتحاد محلي ايه الوضع عندك؟ وانت بناء على الوضع عندك بترد. فاعتقد ان في تنسيق بين كل الاجهزه في مصر ومع اتحاد الكوره ومع الاتحاد الدولي. تمام. فانا شايف انه والله لو الاجراءات بتاعتنا الاحترازيه اللي اعلنتها اللجنه الطبيه في اتحاد الكوره وهتسري على الانديه كلها لو تسمح باستئناف الدوري نستأنف. ليه؟ لانه انا مش هينفع اخسر اكتر من اللي خسرته قبل كده يا امير. صح. فيما يخص صناعه كره القدم المصريه اللي هي في الانعاش. صح. يعني هي في الانعاش. فما ينفعش ان انا يبقى عندي فرصه ان انا اكمل وما اكملش. لو في خطر ما اكملش، لكن في نفس الوقت لو عندي فرصه ان انا اكمل عشان انقذ اللي باقي من الصناعه دي. بالزبط. لانه كمان الصناعه دي كان ممكن يعني تصل الى مراحل افضل بكتير لو ما كانش في توقفات كتير في الاخر 10 سنين. لكن التوقفات دي اجبرتنا ان احنا فنيا بنرجع لورا. صح. نبتدي نعيد تاني تاهيل من اول وجديد. للمستوى الفني بتاعك انت لعيبه ومنتخبات وانديه وغيره، وده واضح في نتائجنا في افريقيا. يعني لو قارنا اخر 10 سنين بال 10 سنين اللي قبلهم في افريقيا هتلاقي الاهلي مكتسح. صح. لكن بعد التوقفات الاهلي قدر عمل معجزه انه اخد دوري ابطال افريقيا مرتين ورا بعض في ظل التوقفات. كان المنتخب مكتسح برضه بالظبط، والمنتخب كمان في ال 10 سنين اللي قبل كده وبعد كده صعد كاس عالم و لكن المستوى الفني مش هو لسه يعني. فاتمنى انه نستأنف النشاط اذا ده هيكون وارد باذن الله. في رايك المنتخب يتعامل ازاي مع الازمه دي؟ كان في معسكر والمعسكر اتلغى خلاص بعد قرار الاتحاد الدولي وايضا الاتحاد الافريقي لكره القدم بتاجيل الفتره القادمه. شايف الكابتن حسام بدري يعمل ايه؟ يتعامل ازاي؟ انا شايف انه ينتظر استقرار الوضع، ينتظر استقرار الوضع فيما يخص جدول ماتشاته. تمام. بناء على جدول ماتشاته اذا كان تم استئناف المسابقات بره وجوه يبتدي يجمع معسكر حتى لو قصير. لكن في النهايه هو مفيش في ايده. هل هيبقى في وقت لو مثلا النشاط رجع والدوري رجع فبالتالي هيبقى في ضغط مباريات؟ احنا مأجلين اصلا ماتش توجو تأجل بناء على قرار الاتحاد الافريقي، فهو كان هيعمل معسكر 3 ايام اصلا. في الوقت اللي احنا فيه بناء على ضغط المباريات وغيره كان هيعمل معسكر 3 ايام. فاعتقد ان هو هيبقى 3 ايام برضه يعني. واعتقد ان الموضوع
مش هيبان دلوقتي برضو، يعني ما اقدرش برضو نحمل كابتن حسام البدري حاجه. طبعا طبعا هو في النهايه هيشوف الجدول بتاعه السكيدجول بتاعه شكله ايه، وهيشوف يقدر يعمل معسكر ولا لا، لكن اتمنى له التوفيق يعني. اكيد نتمنى له التوفيق، والكابتن شوقي غريب كمان مع المنتخب الاولمبي لو الاولمبياد اقيمت، هتتوقع ايه اللي يحصل في الاولمبياد؟ لا اتوقع ان الاولمبياد لازم تتعمل. لازم تتعمل؟ لازم تتعمل. اعتقد انه يعني حتى الان اللجنه الاولمبيه الدوليه كل التصريحات اللي طالعه منها ان ان الاولمبياد في معادها، وان احنا ما اتكلمناش اصلا في تاجيل. يعني طب بالتالي عمر خطه الاعداد بالنسبه للناس اللي هتشارك في الاولمبياد هتبقى ازاي؟ كلها اعتقد متوقفه، يعني حتى معسكر منتخب الاولمبي كان المفروض ينطلق 23 مارس ل 31 اتلغى، وكابتن شوقي غريب على تصريحاته بيقول ان ده هيحصل مع كل المنتخبات برضو اللي معاه متاهله للاولمبياد، بتلغي دلوقتي اي معسكرات واي دورات وديه. لكن برضو خلينا نقول ان احنا لسه شويه على اولمبياد طوكيو. لو الوضع استقر اعتقد انه اكيد الاولمبياد هتقام بشكل كامل، ما فيهاش اي مشكله يعني اعتقد، بس احنا مضطرين ننتظر الشهر اللي احنا فيه ده اللي لسه الامور فيه ضبابيه يعني. بعد كده اعتقد انه المؤسسات كلها الكبرى الرياضيه سواء لجنه اولمبيه دوليه، الفيفا، اتحاد اوروبي، كاف وغيره وغيره، هدفهم في الاساس انقاذ المسابقات دي، وان خسائرها الاقتصاديه ما تبقاش كتير. لانه اي خسائر لو كترت هتضطر يعني تعيد بناء الهرم من اول وجديد، وده مش هيبقى سهل طبعا، فده اللي احنا ما نتمناهوش. طيب تصريح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه النهارده من شروق، الراجل قال ان احنا مش بنوعد باستئناف الانشطه الرياضيه بعد اسبوعين، اعتقد تصريح منطقي يعني. منطقي، ما فيش حد في ايده حاجه، لان انت مش عارف انت داخل على ايه بعد اسبوعين. هل انت داخل على مرحله انحسار للمرض واستقرار، ولا داخل على لا قدر الله مرحله اسوء؟ هي دي النقطه. فده طبيعي، لكن خلينا برضو نقول فيما يخص بقى الرياضه والنشاط الرياضي على مستوى العالم بيتعاملوا ازاي مع الموقف اصلا، مثلا يعني في الوقت زي ده الانديه بتتعامل ازاي مع لاعبيها مثلا، مع جماهيرها كمان؟ يعني طبعا معظم الانديه بما فيهم نادي ريال مدريد برشلونه عملوا برامج بدنيه، البرامج البدنيه دي كل لعيب بيعملها في بيته، ان هو وقفوا التمرينات خالص مثلا. بعض الانديه عملت حاجات لطيفه جدا زي باوك بطل الدوري اليوناني، جاب لعيبته النجوم الكبار في الفريق، عملوا فيديو. الفيديو يعني عملوا السلوجن بتاعه اللي هو اور هيلث از نوت ا جيم، يعني صحتنا مش لعبه. فصحتنا مش لعبه دي علشان بيقولوا للجمهور انك التزم في بيتك فتره، الفتره اللي فيها انتشار للمرض دي خليك في البيت، حافظ على صحتك، رساله توعيه. هو ده كمان من الدور المجتمعي للانديه وللنجوم الكبار دول. تمام. يمكن ده بيحصل في اوروبا، اتمنى ان احنا نشوفه كمان هنا كدور مجتمعي للانديه. يعني في اكتر من حاجه الانديه هناك بتعملها كمان، اعتقد انه عندهم نوع من الصراحه في مواجهه الامر. يعني كل الانديه اللي عندها حالات اعلنت في اوروبا، بس البعض ما بيعلنش عن اسماء. في بعض ما بيعلنش عن اسماء، لكن لما اعلنوا عن ارتيتا مثلا يعني خلاص في حاجات بتعلن بشفافيه واضحه. فكره وقوف الدوريات على مستوى العالم دي هي اللي صعبه فعلا زياده عن اللزوم، يعني ان فجاه انت ما فيش كوره على مستوى العالم، دي مفيش رياضة. فيش رياضه برضو يعني اي تجمعات، الموضوع بقى صعب. لكن اتمنى ان والله ربنا يفرجها من عنده قريب يا رب، يا رب باذن الله. طيب خليني اروح لخبر صدى البلد النهارده، وبيقولوا ان في مفاوضات ما بين مصر وليفربول بخصوص مشاركه محمد صلاح في الاولمبياد، يعني انه قيمه باذن الله. شايف الامور، هل ممكن ليفربول يوافقوا على المشاركه، خصوصا ان هم كان في تلميح بالرفض؟ يعني هو كان في تلميح بالرفض فعلا، واعتقد انه على ضغط بقى الجداول لو استؤنف النشاط، استؤنف نشاط كره القدم بعد توقف اسبوعين والجدول بعد كده يبقى مضغوط، اعتقد انه يبقى صعب. لانه كمان ليفربول قبل التوقف مر بمرحله تراجع فني، وده هيخليه مش هيرحب ابدا بانه يفقد عنصر من العناصر الاساسيه. وفي نفس الوقت انا شايف انه في الحالتين وجود محمد صلاح مع منتخب مصر الاولمبي دي حاجه كويسه جدا، هينقل خبراته للعيبه اللي حواليه، ده رقم واحد. هيقوي المستوى الفني لمنتخب مصر، وهيعمل تقل للفرقه قدام كل الفرق المنافسه. لكن في نفس الوقت اللي اقدر اقوله كمان، لو محمد صلاح مكمل مع ليفربول وليفربول رفض ان هو يلعب اولمبياد مع منتخب مصر الاولمبي، فبرضه فرصه للولاد الصغيرين ان هم يقولوا احنا موجودين، يعني حتى بدون وجود محمد صلاح احنا قادرين نأدي وقادرين نقدم حاجه، واحنا خدنا بطوله امم افريقيا وصعدنا الاولمبياد بنفس التشكيل. لكن طبيعي ان يكون في تدعيم،
يعني طبيعي ان هيكون في عناصر، ثلاث عناصر تدعم بيهم، لانه لازم تقوي فرقتك، وده حصل. احنا شفنا المنتخب مثلا في 2012 كان معاه ابو تريكه، احمد فتحي، عماد متعب، كانوا موجودين، وعلى فكره كانوا يعني المنتخب كله ادى بشكل كويس، وكان ممكن يصعد لولا يعني تفاصيل صغيره بس. فاعتقد انه لا، يعني في الحالتين المنتخب كسبان. بخلاف صلاح، مين العناصر الثانيه اللي تستحق الانضمام للمنتخب الاولمبي؟ محمد الشناوي ده رقم واحد بالتاكيد. محمد الشناوي حتى برضو نرجع لنفس النقطه، انه لازم ينقل خبراته للحراس اللي حواليه، لانه مركز حراسه المرمى في المنتخب الاولمبي محتاج خبرات زياده كويس تشيله. فاعتقد وجود محمد الشناوي، الحراس ما بيلعبوش اللي هم بتوع المنتخب بالظبط، يعني مش اساسيين في انديتهم، لكن اعتقد ان وجود الشناوي هيفرق معاهم فنيا في الملعب، وكمان ينقل لهم خبراته في فتره الاولمبياد. المركز الثاني بقى انا شايف انه محير شويه، لان في ناس مش واخده بالها مثلا من المستوى الكبير جدا اللي قدمه اكرم توفيق مثلا في خط وسط منتخب مصر الاولمبي في البطوله، ويقول لك ناخد طارق حامد. هو طارق حامد لعيب كبير وكويس طبعا، لعيب جامد، لكن ولعيب في منتخب مصر الاول، لكن في النهايه يعني هيلعب واكرم يلعب جنبه وبعدين. انا بالنسبه لي شايف انه لا، انا ادي فرصه بالذات للعيبه اللي ادت طول البطوله. يعني شوف المراكز اللي انا محتاج فيها تدعيم ودعم. المركز اللي انا محتاج فيه تدعيم هو خط الدفاع اللي ما حدش اتكلم عنه. يعني ممكن ناس طرحت اسم احمد حجازي شويه، لكن اعتقد انه حجازي يعني اصيب قريب، واتمنى انه يكون رجع. هو المفروض كان هينضم للمنتخب بالظبط، وحجازي قدم مستوى كويس السنه دي رغم قله المشاركات شويه، لكن قدم شكل كويس مع ويست بروميتش البيون. كمان في نقطه ممكن الناس تكون ما بتبقاش واخده بالها منها قوي، انه يقول لك هو حجازي غايب من اول الموسم. الموسم في الدوري الشامبيون شيب طويل جدا جدا جدا، وفي 24 فريق صح، ويعني اي اتخن مدرب في العالم زي ما بنقول باللغه الدارجه بقى هيستخدم كل السكواد بتاعه في الشامبيونشيب. يمكن انا اشتغلت شامبيونشيب ده في سنتين مع هول سيتي. لا، تستخدم السكواد بالكامل، لانه بتيجي وقت عليك، بتيجي وقت عليك في لعيبه لازم تريح. لازم، انت بتلعب 24 فريق وبتلعب تقريبا ماتشين في الاسبوع بالظبط، ماتشين في الاسبوع بشكل متواصل. فيعني من اصعب الدوريات اللي ممكن تشوفها في المنافسه الفنيه. وويست بروميتش البيون مقدم مستوى كويس، وحجازي بدا ياخد فرصه، وهم اقرب للصعود اذا اكتمل الموسم. هو العطل الحجازي بس موضوع الاصابه اللي مع بدايه الاصابه اللي جت، الاصابه اللي كانت في بدايه الموسم، لانه يعني كان عمل عمليه بعد انتهاء الموسم وطولت معاه شويه، وبتغير المدرب سلافن بيلتش بقى موجود، وسلافن بيلتش مدرب رخم شويه، فبرده ما اداش حجازي بدري، استنى عليه شويه. ولما حصلت بعض الاصابات وبدا ينزل حجازي الملعب اثبت كفاءه برضه، وفي ماتشات خدها اساسي. اعتقد انه حجازي قدم مستوى كويس، فحجازي ممكن يكون من الاوراق المطروحه لمنتخب مصر الاولمبي ان هو يكون موجود في تدعيم خط الدفاع مع وجود الشناوي، ولو هيكون صلاح موجود. طيب يعني نتمنى كل التوفيق لكل لعيبه المنتخب المصري سواء الاول او الاولمبي، واكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، لكن ما فيش اي ارتباطات، لكن لغايه لما تبقى في ارتباطات باذن الله الامور تمشي بشكل جيد، واكيد نتمنى السلامه للجميع ولكل المصريين، اكيد ده امر مهم جدا. يا عمر انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. منورك يا امير، وبشكرك وبشكر قناه النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز النهارده الاستاذ عمر البنوبي. بكره حلقه جديده من كلام في النادي، استنونا، الى اللقاء.